بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مسائل اللي تتعرفها وتتشهدها مدينة كالودان خلال الشهور الأخيرة عندها علاقة بأحد المساجد القديمة ديال المدينة ديال كالودان اللي تتحافظ هاد جزء من المعالم التاريخية على العلاقة ديال مدينة كالودان اليوم وفي المستقبل مع التاريخ المجيد ديالها، واللي مع كامل الأسف باقي من هاد المآثير شي حاجة قليلة ما كثيرة شي بزاف، سواء تعلق الأمر بعض المساجد القديمة أو تعلق الأمر بعض الزوايا والأبرحة وبعض الرياضات أو حتى بعض الضيوف، واللي جعلنا أننا كفريق اتحادي بالجماعة الترابية أننا نديرو التصريح الصحفي الأول هو تيعطيك عدد ديال الحوايج. الحاجة الأولى واللي هادشي بغينا يكون فيه علم السيد وزير الأوقاف وفي الجهات المعنية بمتابعة هذه الملفات، أن هذا الملف شابته مجموعة من التجاوزات والأخطاء، والبلاغ اللي صدروا السيد وزير الأوقاف ما غاديش ندخل في التفاصيل ديالو، ولكنه تيقول في الفقرة الأخرى هي اللي غنشير لها وهذاك الشيء الآخر غادي نذكره إن شاء الله في مناسبة قريبة، أن الرخصة ديال الهدم ديال هذاك الجامع اللي كاين في الرحبة ديال سيدي وسيدي وإعادة البناء ديال الجامع صدرات نهار 22 نوفمبر 2018، وهذا الشيء اللي قالوا السيد الوزير تنعترفوا وتنقروا بأنه على غير صدق غير صادق. الناس اللي قالوا السيد الوزير بأن هذا الرخصة تسنات نهار 22 2018 ما قالوش الحقيقة، والحقيقة واحدة واضحة، ما خص الوزير يتخبى عليه والو، ما خص المواطنين ديال كالودان يتخبى عليهم والو، ما خص القطاعات المعنية أنها تغف على هذا الموضوع. جوج المسألة الثانية اللي بغي نشير لها واللي لمحنا لها في التصريح هو أن هذا المسجد من النهار تنعقلو حنا والدينا والدين والدينا الجدود ديالنا، تنتكلم على الناس ديال القدام ديال كالودان، هما تيعرفوا هذاك من الجوامع القدام، وكاين في نسيج قديم ديال كالودان اللي هو باقي فيه شي حاجة قليلة من المنطقة اللي كانت من الأسواق التقليدية الرئيسية في داخل ماشي في الإقليم على الصعيد الوطني بكري، كنتكلم أنا على أيام بكري، بقات فيها هذيك البلاصة اللي بداو تيهدموها حتى هي مؤخرا واللي كاينة في وسط الرحبة، وهنا بين قوسين هذيك البلاصة اللي مشاو تيهدموها ما كايناش في البلان نهائيا، وحتى التصريح ديال اللي كاين في وكالة المغربية العربية للأنباء هذا ديال الوزارة ديال الوزير ما ذكرهاش. إذن شنو حنا بغينا؟ بغينا الناس تكون عندهم المعلومات كاملة، وأنا غادي نعطيكم بيسر وتركيز ما يلي، أن هاد الملف ديال الهدم ولا ديال البني البلان ما تعطاش نهائيا كامل لا العمالة ولا البلدية ولا الوكالة الحضرية، بل اللي جلسوا تذكروا فيه هو ورقة فيها شي بلان فيها كلام مكتوب فيها ورقة واحدة بلان تيقولوا ها الجامع ها وجهو ها كفا ها العلو ها كاين في البلانات العادية جدا، وهاد هاد البلان هذا فيه فاش تحط الطلب للمشروع طلب كنقول الطلب ما تحطش الملف، إلا غير بيتصيب بلان في البلدية بيقول لك جيب هادي وجيب البلان ديال التعمير المهندس المعماري وجيب الدراسة واحد العدد ديال الشروط، هنا اش تقال؟ تحط البلان في داخل العمالة أو المصلحة المعنية نهار 6/4/2018 6 أبريل 2018 تحط هاد البلان. الاجتماع الأول اللي انعقد كان في نهار 1/11/2018 الاجتماع الأول نهار 26 أكتوبر 2018 شوف متى تحط البلان، والاجتماع الأول متى كاين؟ نهار 26 أكتوبر 2018 الجمعة 26 أكتوبر 2018 الناس اللي اجتمعوا وهذا المحضر ديالهم، الناس اللي اجتمعوا واش قالوا؟ بعد ما رحب الكاتب العام، الكاتب العام هو التقسيم، بعد ما رحب الكاتب العام وشكرهم على التلبيه ديال الدعوه الى اخره، وبناء على المحضر ديال الاجتماع ديال اللجنه الاقليميه اللي بدات في الطلب ديال في الطلبات الى اخره، تيطلبوا ان الناس اللي غيقوموا بالعمليه ديال ممارين البلان يوجدوا الملف كامل ديال البلان ويستحضروا
استحضار الخصوصيات المعمارية للمنطقة واخذها بعين الاعتبار. هذا محضر تنقول واللي راه فيه التوقيع ديال الاوقاف وفيه التوقيع ديال كلشي، واخذ بعين الاعتبار في التصاميم التعمير الخاصة بها بهذا المسجد وفق المواصفات، وفق المواصفات المعمارية للمدينة العتيقة بتردد. ماشي حنا تنقولوا دابا البلان عاد نقولوا حنا شنو نقولوا، على غرار الطراز المعماري المتبع خلال بناء المسجد واللي غيتعلق حتى بالمستقبل ديال الشعب، واش فيها هذا البناء ولا ما فيها هذا البناء. عاد يقولوا ملي يوجد هذا الملف غادي تبرمج المشروع، هذا الملف كله الاجتماع مقبل اللي غادي يحددوه هما فيما بعد اللي داروا لي هنا نهار الخميس واحد في الشهر. الاجتماع الثاني فيه نعطي انا بندوز وحده في داخل المحضر اللي هو هذا اللي كان نهار 1/11/2018 اللي تيقول الحفاظ على مساحه المسجد، الحفاظ على علو المسجد، استحضار التوجهات الملكيه الساميه الراميه الى العنايه بالموروث الثقافي والتراث المعماري للمدينه، استحضار مقتضيات الظاهر الشريف رقم كذا وكذا وكذا. وفيها ملاحظة اللي تقول ديال واحد من المجتمعين ماغاديش نسميهم، تيقول عدم التوصل بالملف الكامل لهذا المشروع اللي خصو يتضمن التصاميم المعمارية والدراسات التقنية اللي تتوضح الحالة، اللي تتبين الحالة ديال الجامع كي داير له فاش بغا يدخلوا ليه هما أو قبل ما يدخلوا ليه وشنو غادي يدار فيها. إذا هنا إلى حدود المحضر الثاني تنقولوا إلى حدود 1/11/2018 مازال ما كاين ملف، اي ان العمل كله تيدار خارج القانون كله. في الاجتماع ديال 22/11 اش فيه؟ نعطيكم غير الخلاصه نفس المحضر ديال الاجتماع الثالث هذا 22/11 هذا نتكلموا حنا غير واحد السيمانه اللي فاتت، فيه ضروره او جمله شريطه احترام الخصوصيات المعماريه المحليه والحفاظ على حقوق الغير، حقوق الغير هما ماي الحوانت و الى اخره. اذا هادو هالمحاضر الجماعات الرسميه ديالهم هما اللي كانوا في العمل. انا غادي نجي نتكلم على الاجتماع اللي بعد ما حنا وصلنا الخبر ديال شي حاجه دخلات في سيدي وسيدي مشينا طلينا قالوا غادي يحبسوا، واش هذا الشيء ليه بلانو، واش ليه القانون ديالو، واش ليه كذا وكذا. ف تحبسات الاشغال وكان منها واحد جوج اجتماعات هنا، هذا الاجتماع ديال 22 اللي شرط ليه جاء بعد ما درنا حنا هذاك العمل اللي درناه في سيدي وسيدي باش ننبهم للخطوره ديال يخليو بلا رخصه ويبنيو بلا بلان كامل. دازت سيمانه جاو تانو تيخليو، عيطوا لنا الناس قال لك ديرها بداخل، مشينا تنقلنا لعين المكان شفنا اتصلنا مع العماله، حنا تنتكلموا في اطار القانون، اتصلنا بالعماله قلنا وديها اللي كاين كاين، قالوا حبسوا. بعد منها استدعاونا، صدعوني انا شخصيا العمل، مشينا قعدنا قعدت مع هادو كلهم الاطراف كلها هي ممكن ديال الاوقاف و الى اخره. خلاصه ديال الاجتماع تيقولوا بشكل رسمي ان الملف مازال ما تحطش باش درسوا اللجنه، الملف العمراني كيما تبنى كيما يدار ليها شنو غيدار فيها مازال ما تحط باش يتدرس، مازال ما تدرس اذا ما تحط الوكاله الحضاريه. هادو نقولها بشكل رسمي، هاد الملف ما تحطش الوكاله الحضاريه المعماريه باش تشوفوا، ما تحطش البلديه باش تشوفوا دي الملاحظات ديالها اش تزاد ما تحطش، وما محطوش حتى في العماله عند الناس ديال التعمير. هذا كلام ديال المسؤول على التعمير في العماله، والكلام الثاني ديال الممثل الوكاله، والكلام الثالث اللي هو ديال البلديه حسب المحضر اللي كاين بين يدينا حنا والتصريح ديالهم في داخل الاجتماع. مزيان، فايمتى هادو خداو الرخصه اللي شار ليها السيد الوزير؟ لانه قال لك خداوها نهار 22 وحنا الاجتماع مجتمعين نهار 27 او 28 كما شرنا له في التصريح الاول. تعطات اثار العيب مارشاليان ما يمكنش، ثم في نفس الاتجاه انا نمشيو. اذا تنقول انا النهار اللي كنا فيه حنا مجتمعين ما كانش الرخصه وما كانش البلان وما كانش ملف. مساله اخرى اللي باغي نشير ليها، الناس اللي تيبيعوا في الحوانت ديالو تما ويشريو حنا بغيناهم يستافدوا، كيستافدوا الناس ديال مراكش، كيستافدوا الناس ديال الرباط بنفس الضوابط وبنفس الاحترام، كيستافدوا الناس ديال فاس ديال مكناس انهم تقادوا لهم وترمموا الحوانت ديالهم وتصايبوا. وانا تركز على اللي كاين في الطريحه ديال سيدي وسيدي ورجعوا كي كانوا في الاصل
نقيين وزينين وسياحيين بعود شراجم ديال العود وبدبيبان ديال العود وبالدراقات ديال الشتاء وبالقرمود الى اخره. شوفوا التصاور، دخلوا الانترنت وشوفوا واش دار فاس اللي تشنها جلاله الملك واللي تشنها في مراكش من طرف جلاله الملك. مراكش هذا الشيء دار فيه تارو دانت لا الا تستحق؟ واش دابا البرنامج كاين تيتعطى للمدن الكبيره؟ وحتى حنا نستافدوا، حتى حنا حقنا، وحتى حنا طرمم لنا السوق الكبير كله ويطرمم المناطق التاريخيه ديال منطقه سيدي وسيدي ومنطقه ديال دابين بلاد ومناطق اخرى تقليديه الاخرى. عيطوا للناس شوفوا دابا تبعوا معايا الجمعه 28 شو تنبير 28 26 الاثنين 26 فبراير 26 فبراير 2018 الحباس تعيط للناس تقول لهم يجيو يسنيو لها واحد الورقه ما مصادق غير مصادق عليها فيها انهم يهدموا انهم يخويو يسنيو على ورقه باش يخويو المحلات ديالها لانها غادي تهدم وغادي تهدم معها الجامع. هذا 28 ما نعطيش التفاصيل ديالها وغادي نمشيو حتى الجمعه 28 الحوانت اللي بقاو داخل الرحبه الكبيره اللي فيها اصحاب الجوطيه حاطين في الارض باش يوقعوا نفس الورقه بحال الاولي اللي هي الفبراير ويخويو المحلات ديالهم. هذا 28 شو تنبير 28 29 30 واحد الاول في الشهر يعني الاثنين جلين بعد جيت الجمعه بدا الخلي. جات الشركه بعد الجمعه سدت ديال البارير ديالها وداك الشيء ديالها يعني ثلاث ايام بعد بدات العمليه ديال الهدم. هاد البلاصه هادي تنتكلم عليها هنا هادو اللي جاو في 28 ما داخلينش في هذاك البلان كاع وما عندي ما كاينه شي في الميزانيه ديال هذاك البلان كله. لا لا قلنا لهم هذا الكلام كله خاوي انا تنتكلم على الوثائق اللي حاطين في العماره فما يمكنش الاعتماد ديال 400 مليون اللي كانوا دايرين وقالوا كيقولوا هما باغي يصايبوا به الجامع ودوك سبعه الحوانت اللي موالين الجامع الفوق باش يشدوها ويفرقوها على 17 حانوت زائد الجامع زائد طف من الفندق اللي خلاوه حتى هو. ما هذا كلام لا يستقيم. اذا فاللي مطروح حاليا انا عطيتكم هذا الشيء باختصار في هذا اللي مطروح دروك شنو هو هذيك الصفقه هذاك اللي تنقولوه المره الاولى اللي طاحت على الشركه اللي بغات تصيب الاشغال بناء علاش بلا البناو حتى داروا المارشي اش بلا ممنوع منعا كليا يتلونسا يتعلن على الصفقه والبلان ما تصادق عليه والرخصه ما كاينه ديال البلان وخاصه ان النسيج تاريخي وقديم باقي لا كاع كلشي على البريك بناه خص الترام يقول لي خليها يا الترام باش نديروا له اللي هو عنصر تاريخي في ديالي يقول لك لا هذاك الشيء خربه ما خربه والو الجامع ديال الجامع الكبير النهار شعلات فيه العافيه وتحرق تحرق كله ما بقى فيه والو طاح طاح الاغلبيه في الجامع طاح ولكن جلاله الملك ما قال لهم خليوه عاودوا بنيو الجامع ديالو بحال ديال الحسن الاول في طبقلات في الصح في المحيطه لا قال خصو يرجع الجامع كي كان النهار الاول ورجع الجامع كي كان النهار الاول واحسن اللي جا دخل الجامع وشافوه تيقول كاع ما تحرق هذا الجامع. حنا مع المنهجيه ديال صاحب الجلاله في التعامل مع التراث التاريخي لهذا تنعتبروا وتنحيطوا علمان السيد الوزير وجميع المتتبعين ان الهدف ديالنا هو ان هذاك الاعتماد تيقولوا لا سربيونا راه الفلوس بيرجعوا للرباط لا سي ما راجعين للرباط والو ما خصو يرجعوا للرباط خصو يتزادوهم فلوس اخرين لا العامل كيتحمل المسؤوليه ولا حنا ولا كلشي نطالبوا فلوس اخرين باش يتصايب تما كي خص يتصايب وهذاك الجامع كي قالوا كي قالوا الناس في اللجنه ديال العماله خصو يرجع يتبنى كي تبنى النهار الاول بالطوب البلياجور ديالو بالبودرات ديالو بالمراح ديالو بالسواريات ديالو بالسقيف ديالو بلا ما يطلع يطلع فوق منه بجوج طبقات ولا ثلاثه داكشي بغا يطلعوا من الفوق يردوا للجامع كي قال لي على ربي بصيغته التراثيه التاريخيه التصاور ديالو راه كاينين والدراسه اللي دارتها الاوقاف ودرناها معها هذاك الجامع اللي تنعاود هذه فكره جات لي غير عرضا جامع صليت فيه فانا في 2011 ودنعنا المدن ودخلنا لقانا تما ودخلنا صلينا مع اربعه الناس ولا خمسه اللي تيصلوا في هذاك الجامع حسب دار فيها لانه هذاك الجامع ضاين به تسعود الجوامع تسعود ماشي خاصين جوامع تسعود جوامع ضاين به بما انه مسعود هذاك اللي قديم فيهم يحافظوا بعدا غير على التراث ديالنا راه كاين ديال درب الزهراء وديال درب سيما وديال سيدي وسيدي وديال الدخله ديال درب الحشيش ديال وديال سعلاك كاين كاين عدد جوع ديال دربين دلاس عطا الله الجوع في المنطقه هذاك بما انه قديم نحافظوا عليه. لهذا نحن نطالب بشده ونناشد السيد الوزير اللي هو استاذ ديال التاريخ ومتخصص في التاريخ متخصص في التراث ونناشده كوزير انه يحبس العمليات اثبات العائلات الهدم ويامر بان التصاميم تكون مطابقه لداك الشيء اللي طلبته اللجنه كي تدار الجامع الكبير
هذا ما يديك داكشي جامع كبير، هذا جامع صغير ما فيه حتى 300 متر بيان جورو بدرسيس ديالو بالقرمود ديالو كاين ديور راه التصاور ديالو كاينين متقنهم كلهم عندهم يردوا لنا الجامع كي كان ويصايبوا للناس الحوانت ديالهم الحانوت اللي هي ديال الطراب تبقاو ترمم الحوانت اللي هما ديال البريك اللي تعطى لهم رخصه من الحبس السابقه اللي صايبوهم يقادوهم هذوك ماشي مش كيبنيوهم جداد اللي يبنيوهم داكشي اللي في الرحضه يوقروه يرمموه ويقادوه ويسلموه للمالي دوك اللي كاريين سنوات هذا 40 عام و 50 عام و 60 عام وتبقى لينا الرحبه ديالنا كما هي. اكتفي بهذا القدر في هذا التصريح الاولي بناء على الطلب ديال بعض الاخوه في الاعلام وغادي نرجعوا لهذا الموضوع بالتفصيل مع كل الوثائق ذات الصله بهذا الملف ما حاضرها وكذا وننبه الجميع الى ان لا يمكن غدا تجي وتقول راه كاين عنده رخصه ولا كاين هذا ما كاين لا رخصه لا رخصه ديال 22 ما كايناش نهار 22 والبلا لحد الاجتماع اللي كنت حاضر ليه ما تعطاش لا العماله ولا الوكاله الحضاريه ولا البلديه. مسجد يبنى على عمل طيب وكامل منذ البدايه وهذا ما نسعى له ونحن مع التعجيل بحل المشكل ديال التجار اللي كاينين في الرحبه واللي ما داخلينش في البلان وباسراع بالباقي وادخاله في اطار البرامج الاستعجاليه بالدعم الكافي وبالمحافظه على تراث المدينه اللي رجع تقليل. اكتفي بهذا القدر وتحيه للجميع.